واحدة يا شباب من المشاكل الرخمة اللي بتواجه كتير من الشباب هي دهون المؤخرة الأنثوية أو البارزة اللي بتضايقنا كتير وبتقلل ثقتنا في نفسنا. إن شاء الله النهاردة هنشتغل عن طريق جهاز المايكرو إير وعن طريق جهاز الفيزر، تابعونا إن شاء الله نكون على حاجة. رجعنا لكم مرة تانية يا شباب، إحنا في خطوة إزابة الدهون عن طريق جهاز الفيزر. رجعنا لكم مرة تانية يا شباب، إحنا في خطوة شفط الدهون بجهاز المايكرو إير. ده الجهاز بتاعنا وده شكل الدهون وهي طالعه الحمد لله. فقدان الدم في المايكرو اير بيكون قليل جدا. دلوقتي يا شباب احنا في اخر خطوه، هي خطوه شد الجلد عن طريق جهاز الفيزر. ايه الاخبار يا بطل؟ زي الفل. في اي مشاكل؟ لا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله خلاص خلصنا حالتنا، شفطنا دهون المؤخره تماما، الدنيا بقت فلات تماما. اتمنى ان حالتنا تكون عجبتكم.